نرجع للآية في قوله ما طاب لكم. ما طاب دي هل هي عفة للرجل والمرأة أم هي استحسان للرجل من السيدات؟ ما هو الإنسان طبيعي لن يتزوج امرأة إلا إن طابت نفسه لها. يعني إيه؟ يعني استراح لها، وجد فيها ما يريده من الجمال، من الفكر، من العقل، من أي حاجة. المهم إن هو حاسس بأنس أو بألفة بينه وبين الست اللي فيروح يتجوزها. إنما مش منطقي إن واحد يروح يتجوز واحدة هو كارهها أو هي لا تطيب له. مش منطقي إن واحدة تتجوز واحد وهي ترى أنه لا يطيب لها. ده ما ينفعش، لأن من يعني أصل الزواج مبني على إيه؟ ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى لو ما فيش السكن اللي هو الراحة وما فيش المودة وما فيش الرحمة، طبيعي مش هيج محدش هيتجوز فيهم التاني إلا لو كانوا مجانين. لما أنا رايح لإنسانة وأنا لا حاسس نحوها أول ما شفتها كده ولا حاسس بأي حاجة ومقفول منها وأروح أتجوزها، يبقى أنا راجل مجنون. ونفس الشيء الست. فمعنى طاب لكم ما يطيب أو الذي يجعل الحياة طيبة والذي يجعل الزوج يقبل على الزواج أو المرأة تقبل على الزواج هو وجود هذا السكن، وجود هذه المودة، وجود هذه الرحمة. يبقى دي الحاجات اللي نقدر نفسر بيها فانكحوا ما طاب لكم، يعني تزوجوا الحد اللي انتوا تجدون أنفسكم طيبة به.